جماعة كفاية يا جماعة كده كفاية. انتوا هلا نو نو لا 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 مش هنزل لا لا مش هنزل شيلني يا ابني الله يهديك شيلني طارق يحيى كان بياكلنا فوق يا جماعه ما تعرفش تعوم اساسا ما بعرفش اعوم والله بجد انا واوسخ حاجه بالنسبه لي الميه من فوائد البرنامج ده انها بتكسر جوه الضيف عودك كان متعقد يا ابني ولادك مين عندك مين عندك مين نسيت لا لا بابا كانه 20 سنه انت عارف التنطيط بتاع الرفاعه دي 13 متر يا ابن الله سقفة جامدة يا جماعة طارق يحيى والله العظيم ما قلت لك كده وانت بتلعب البين فول البندقية وكده انت ما حسيتش بالطلقات؟ حسيت دي فين؟ هنا واحدة ايوه وكانت واحدة هنا في فخدي هنا كده بس واحد ورايا هو صاحبي اللي كان بيضربني بال لا اللي وراك ده الحقيقة انا اللي كنت بضربك لا وربنا يا ابن اللعيبة رامز جلال خلاها خل وجبنا هنا علشان نتبل طارق يحيى يحيى استنوني في رمضان في برنامج رامز عقله طار وعقله طار فعلا على MBC صافي جامده طارق يحيى